هي بعثة دبل كلها. يعني طبعا. معلش يا استاذ عمري، يعني كنا نتمنى الفريق واحد واحد نستقبله، انما بكره نبقى في استقبالكم في المطار ان شاء الله باذن الله. هناخد واحد بس، هناخد واحد بس يا كابتن بعد اذنك، عشان هو اخر واحد وهو الحقيقه يستحق، لانه يعتبر الضمدي المجهود في البلد، هو المحلل بتاع كل حاجه، بتاع الاداء، محلل الاداء. احمد الحقيقه حد من الشباب المميزين جدا جدا جدا، واللي كان ليه دور الحقيقه طيب جدا مع الكابتن طارق في تقييم كل الملفات وتقطيع الفيديوهات والمراجعات والكلام ده، مع كمان الظروف اللي احنا كنا فيها وعدم الخروج والنت الحقيقه كان متعب جدا. فالحقيقه يستحق جمهور النادي الاهلي نسمع صوته ويبارك له الحقيقه. كابتن احمد القط، كابتن احمد القط، الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. قول لي فكره تحليل الاداء جديده على الهاندبول ولا اتخذت من الكوره برضو؟ لا طبعا، يعني عندنا الهاندبول في النادي متطوره جدا، بنعتمد على احدث البرامج العالميه اللي بتشتغل بيها اوروبا، خاصه الدول الاسكندنافيه زي السويد والدنمارك. الحقيقه بنستخدم السيستم ده في تحليل المباريات، بنقدر نتعرف على الفريق المنافس، طريقه لعبه ازاي، بيدافع ازاي، طريقه الهجوم ازاي، تكتيك اللي بيقدر يعمله، بيقدر يخلص الفور في الاماكن انهين. برضو بنقدر نقيم من خلال السيستم ده الفريق بتاعنا، نقدر يعني بنشوف مواطن القوه فين ومواطن الضعف فين، وبنعزز مواطن القوه وبندعم نقاط الضعف، بحيث ان احنا نقدر بعد كده في الماتش اللي بعديه نقدر نستغل الحاجات اللي احنا طلعناها دي ونطلع احسن النتائج ونلعب كويس قدام الفرق المنافسه. الحقيقه رؤيتك بتبان اثناء المباراه، ولا يعني انت ممكن تقول لو اي حاجه تحليليه ظاهره لك في اثناء اللعب تقدر تقولها للمدرب ولا بيبقى للماتش اللي بعده؟ احنا بنقدر اثناء المباريات طبعا، اثناء المباراه التغيرات الدفاعيه اللي في الفريق المنافس، ونقدر وبنشتغل عليها في الشوط الثاني عشان خاطر نقدر ان احنا يعني نسير المباراه على حسب ما احنا عايزين. موضوع التحليل الفني مهم جدا اثناء المباراه وبعد المباراه. اثناء المباراه بيبقى موضوع يعني تحليل فني احصائي، بنقدر نطلع مثلا الشوط كان كوره من المكان الفلاني في انهي زاويه لحارس المرمى، عشان نقدر نشوف مواطن القوة ومواطن الضعف اللي حارس المرمى فين، ونقدر نشتغل عليها في الشوط الثاني. كمان بنقدر نشوف الثغرات الدفاعية للفريق المنافس، سواء من الناحية دي أو من الناحية دي أو بين كذا أو بين كذا، عشان نقدر نشتغل عليها برضو في الشوط الثاني. كل الحاجات دي بتقدر يعني بتدعمنا أثناء المباراة عشان نقدر يعني نتوج بالبطولة، والحمد لله اللي حصل النهاردة. الحقيقه ده كان مجهود كبير من كل فرد في الجهاز الفني، كل واحد في الجهاز الفني بيشارك ولو بجزء بسيط، بيكتمل الجزء البسيط ده العمليه التدريبيه كلها، وبتوج في النهايه الحقيقه الفريق الحقيقه الحمد لله، ونحمد ربنا على الايه على البطوله، وان شاء الله نوعدكم ان شاء الله. بس انا عايز اسالك سؤال بقى، التحليل ده انت بتتحمل عبئه لوحدك ولا معاك حد بيساعدك؟ لا انا بتحمل العبء لوحدي الحقيقه، يعني انا من خلال تخصصي، انا استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه جامعه بنها، مصمم سيستم قبل كده زي السيستم الالماني اللي اسمه سيوس تايمنج، بيشتغلوا اللي كانوا بيشتغلوا عليه في كاس العالم، مرنت الناس في كاس العالم اللي فات عندنا في مصر على طريقه استخدام السيستم ده، لان انا كنت مصمم الحقيقه سيستم مشابه ليه تماما بالتعاون طبعا مع الاتحاد المصري. بنقدر نحصل على الماتشات، والحقيقه النادي الاهلي قام بمجهود كبير جدا، ما اقدرش ان انا اخذل حقه. المهندس كمان محسن كلف حد يسجل لنا الماتشات ويرفع لنا الماتشات على سيرفرات، نقدر ننزل الماتش بعد الماتش مباشره عشان نقدر نشتغل عليه، لان طبعا البطوله كمال اللي هو مدير الاداره الالكترونيه. ايوه تمام، لان طبعا البطوله وقتها قصير جدا، ما بنقدرش ناخد وقت او ناخد هدنه كده ان احنا نقدر نتفرج على الماتشات بكره او بعده، لا لازم بعد الماتش مباشره نقدر نشتغل عليه على طول. فالحقيقه قاموا بمجهود كبير جدا، والحقيقه انا بشكرهم على المجهود الرائع اللي هم قاموا بيه الحقيقه. ريح لك يوم بقى بس على طول، لانك
اللي هتحلله المره دي الزمالك. مفيش راحه حضرتك. مفيش راحه حضرتك، احنا مطلوب مننا شغل لسه عشان خاطر الاسبوع الجاي ان شاء الله ماتش السوبر. يعني احنا مرتبين للشغل الاسبوع الجاي الحقيقه، فمفيش راحه يعني، ممكن نريح بعد الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تيجوا بالسلامه، والف الف مبروك يا دكتور. الله يبارك حضرتك، الله يبارك فيك. اشكرك كابتن عدلي، اشكرك يا استاذ ابراهيم، ودايما متالقين ودايما منورين النادي الاهلي، ودايما مميزين، ودايما يعني في الافراح يا رب. ومبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم يا رب. الحمد لله، واحنا اللي وانت وكل الابطال دايما بتسقفوا للاهلي، ودايما داعمين للاهلي، وموفقين دايما ان شاء الله. يا رب يا رب دايما يا رب. الاهلي ترجعوا بالسلامه ان شاء الله يا فندم، هتفضل على الكل يا رب. الحمد لله ترجعوا بالسلامه ان شاء الله.